ايضا في قصه الباحثه الامريكيه ميشيل دان. والحقيقه ان الباحثه الامريكيه ميشيل دان كلنا نعرفها، كل العاملين في الشان الصحفي تعاملوا معها، باحثه مهمه في شان منطقه الشرق الاوسط، في الشان المصري بالذات، باحثه لها وزنها في كارنيجي، لها افكار معارضه، لها أفكار معارضة مختلفة مع النظام المصري الحالي، ترفض مثلا تدخل الجيش، تلقب ما حدث في 3 يوليو بأنه هو انقلاب، لها وجهة نظر زي كثير من الصحفيين الأمريكيين والأجانب بشكل عام. ميشيل دان دعيت من مجلس الشؤون الخارجية المصري، وهو مجلس مستقل لكنه مجلس مقرب جدا من الخارجية المصرية، لحضور مؤتمر يفتتح غدا ولعرض وجهة نظرها وللحديث الحقيقة معها ويعني تبادل وجهات النظر. من الواضح ان المجلس ما نسقش مع الجهات الأمنية، اسم ميشيل دان كان على قوائم ترقب الوصول، ما نعرفش ليه، وعموما ما دخلتش ميشيل دان وتم ترحيلها، وهي طبعا منزعجه واصدرت عدد من التويتات المنزعجه جدا. منذ قليل القطاع القنصلي بوزاره الخارجيه اعلن قال ان هو مندهش مما ذكرته ميشيل دان حول منعها من دخول البلاد، وقال انها لم تحصل على تاشيره للدخول، ان في عدد من التاشيرات هي قدمت على تاشيره معينه، تاشيره سياحه، وواضح ان الورق اتأخر في السفارة المصرية بواشنطن. المهم هي جاء وقت المؤتمر واضح انها سحبت الباسبور وسافرت الى مصر دون الحصول على التأشيرة. خلونا نكون صريحين مع بعض، في قضيتين في هذا الامر، في قضية الاجراءات وفي قضية الافكار المعارضة. قضية الاجراءات بنتكلم فيها عن انه من حق الدولة المصرية بل من واجبها ان يكون هناك اجراءات واضحة، بس عايزين الاجراءات تكون واضحة، بمعنى ان كتير من الخبراء الاجانب، كتير من الاجانب كانوا بيجوا يا اما بياخدوا تاشيره سياحه من السفارات وما كانش حد بيعترض على ده، او كانوا بيجوا يدخلوا بفيزا سياحه من المطار المصري وما كانش حد بيعترض على ده. لو احنا قررنا ان احنا نكون ستريكت في الاجراءات وحاسمين وحازمين، وده حق الدوله المصريه وحق الامن المصري زي اي دوله اخرى، انا ما اقدرش اخش امريكا او بريطانيا دون الحصول على فيزا، واسم الفيزا بتاعتي الامريكيه معروفه ان انا صحفيه رايحه مش فيزا سياحة، أنا رايحة بصفتي الصحفية، ما باخدش فيزا غير صفتي الصحفية، نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا والدول كلها. إذن لو إحنا الإجراءات دي فعلا صارمة فلا بد أن نعتبر هذه الإجراءات صارمة ونؤكد عليها وما يبقاش فيها تغيير، وإن إحنا نقول للناس والله دي إجراءاتنا اللي إحنا هنطبقها من هنا ورايح، لأن كان في يعني برضو ليونة في الإجراءات قبل كده. الجزء الثاني هو إن إحنا ما نفرزش الناس طبقا لمعتقداتهم وطبقا لقناعاتهم وطبقا لآرائهم فينا. ما ينفعش ان انا ارفض دخول كل من يعارض مصر، ما ينفعش ان انا ارفض دخول كل الآراء المعارضة، ده لا يليق، لا يليق بدولة تحترم نفسها وتحترم الآخر، لا تخشى شيء، واثقة من نفسها ومفتوحة ودولة تريد أن تكون دولة ديمقراطية. فلا يمكن ان احنا نفرز الناس ونقول لا ده معارض ما يدخلش، لا ده مؤيد يدخل، ده ما ينفعش. احنا مش هنتحول لنورث كوريا، كوريا الشمالية، احنا مش هنتحول لدولة احادية الفكر، احنا دولة تستمع لكل وجهات النظر، طالما ان الامن المصري ليس لديه يعني دلائل او ليس لديه حاجات تقول ان الشخص ده ارهابي مثلا او الشخص ده قام بعمل ما يضر الامن المصري. خلينا نكون واضحين جدا في فرز القضيتين. السيد سفير بدر عبد العاطي متحدث باسم الخارجيه المصريه، خليني اسالك الاول على فتح السفارات يا فندم وعلى وضع السفارات، والنهارده انتوا استقبلتوا وفد من اصدقاء مصر من البرلمان او من مجلس العموم والبريطاني. بالفعل السيد وزير الخارجيه استقبل وفد اصدقاء مصر داخل مجلسي العموم واللوردات البريطاني، والوفد نقل شكر وتقدير السلطات البريطانية على الدعم والتعاون اللي أدته السلطات المصرية فيما يتعلق بتأمين السفارة البريطانية في القاهرة، وأيضا يعني كان الهدف الأساسي للزيارة مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والاستماع لوجهة النظر فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية خاصة فلسطين وسوريا والعراق وليبيا. يعني كان في حوار. طب ازاي بقى عندنا وفد من المجلس العمومي البريطاني ومن اصدقاء مصر داخل البرلمان البريطاني، وموضوع السفارات هل طرح على المائده؟ طبعا
يعني اثاره السيد وزير خارجيه، وكان في السيد سفير المملكه المتحده كان موجود، ويعني ابدى ارتياحه لكل الاجراءات اللي اتخذتها السلطات المصريه، ويتبقى بعض المسائل على حد وصفه الفنيه المحدوده اللي هيتم ان شاء الله تناولها خلال الساعات القادمه بالتنسيق مع السلطات المصريه المعنيه حتى يتم تجاوز الامر. والسفير البريطاني اكد تماما انه ليس هناك اي علاقه بين تعليق العمل داخل السفاره والامور المتعلقه بارشادات السفر للبريطانيين الى مصر. بس سيد سفير حضرتك عارف انه اغلاق السفارات ادى الى كانسليشنز كتيره. انا كنت في الاقصر وبلغني بلغتني هذه الالغاءات للاسف نتيجه طبعا ان ده مؤشر من السفاره، فيعني شيء غريب ان احنا ان الناس دي تبقى موجوده، وانا يعني اقدر وجودهم طبعا، وفي كمان وفد لرجال الاعمال هيبقى موجود والسفاره مقفوله، يعني حاجه في تناقض شديد جدا. يعني هي الـ الـ يعني طبعا كلام حضرتك سليم، وده اللي تم اثارته في الاجتماع مع السفير البريطاني، وهو ذكر ان السفاره تعمل ولكن من خلال مبنى اخر خاص بدار السكن، وان الامر يعني هو اعترض على كلمه اخلاق وقال تعليق للعمل. يعني بغض النظر عن التسمية، هل قالوا لكم امتى ستعاد فتح السفاره البريطانيه؟ يعني في اجتماع هيتم خلال الساعات القادمة، ونأمل يعني أن يتم تجاوز الأمر. أنا شفت بيان نقلا عن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يعني معترض على ما ذكرته ميشيل دان، ويتحدث عن طبعا منعها من دخول مصر، ويتحدث عن أنها لم تحصل على فيزا بهذا الشأن. لو ممكن تلخص لنا هذا الأمر يا فندم. يعني زي ما حضرتك تفضلت، احنا طبعا يعني إذا كنا بعد ثورتين شعبيتين بنأسس لدولة القانون واحترام القوانين معمول بها، فده بأمر يعني محسوم، أمر بيتم تطبيقه على الجميع بغض النظر عن التوجهات أو الآراء السياسية. يعني زي ما حضرتك عارفة احنا عندنا ثلاث أنواع من التأشيرات، في تأشيرات بتكون لغرض السياحة، ودي الاستثناء الوحيد اللي ممكن لأي مواطن أجنبي أن يحصل عليها في أي من المنافذ المصرية، إن كان في مطار أو ميناء أو غيره، طالما أنه هو جاي بغرض السياحة. وهناك يعني نوعان آخران، هما التأشيرة لغرض عمل معين أو اللي بيسميها البيزنس، أو بغرض رسمي أنه هو يكون جاي ضمن وفد رسمي. والتأشيرتين دول لابد ويتعين الحصول على التأشيرة مقدما لمثل هذين النوعيين من إحدى السفارات المصرية في الخارج، وده يعني تعليمات مستديمه وبيتم تعليقها بكل اللغات طبقا لدوله الاعتماد، وبيتم تعليقها في السفارات، والكل عارف. والسيده ميشيل دان يعني زارت مصر عشرات المرات، وتعلم تماما ان الحصول على تاشير الدخول لغرض السياحه من مطار القاهره هذا امر مخالف للتعليمات، لانه لا يمكن لانها تاتي لحضور احدى المؤتمرات واحدى الندوات العلميه. طب هل جهه المؤتمر بصراحه نسقت معاكم او نسقت مع الجهات الامنيه ان عندها زائره جايه لم تحصل على تاشيره، فمثلا بحيث ان يتم استقبالها حتى؟ يعني انا لا اعلم تحديدا، عشان اكون امين مع حضرتك ما عنديش معلومه محدده ان كان تم التنسيق ام لا، ولكن يعني بالنسبه لنا في وزاره الخارجيه احنا فوجئنا بالامر، والسيده ميشيل دان كانت قد تقدمت بطلب للحصول على تاشيره الدخول من السفاره المصريه في واشنطن، والاجراءات المعمول بها طبعا انها بتملى الابلكيشن فورم او الاوراق الخاصه بالحصول على التاشيره، وبتقدم صورتين فوتوغرافيتين، ده اللي طلب منها حينما قد قدمت بجواز سفرها، وبعد ذلك بشكل مفاجئ سحبت جواز السفر بتاعها وما استكملتش الاجراءات، ويبدو انها تصورت انه من السهل الحصول على التأشيرة من مطار القاهرة، رغم معرفتها ان دي نوع من التأشيرات اللي هي لغرض السياحة فقط، ولا يعطيها الحق للحضور اي ندوات. طب منع ميشيل دان اذا كان على بناء على التأشيرة وليس على موضوع على خلاف اختلافها معانا في الرأي او اختلافها مع النظام في الرأي. طبعا يعني اذا كنا عملنا ثورتين شعبيتين لاحترام الرأي والرأي الاخر، ودي مسألة مفروغ منها، فمن باب اولى ده بيتطبق على الجميع ان كانوا مصريين او غير مصريين، طالما الجميع بيحترم
القواعد المعمول بها والسياده المصريه. شكرا سيد سفير بدر عبد العاطي. بنحترم السياده المصريه طبعا، احنا نفسنا ما بنروحش، وانا بقول لكم احنا ما بنقدرش نسافر الا بتاشيره معينه. نرجو ان ده يكون واضح في كل السفارات، ان لانه كانت الامور يعني اكثر ليونه قبل كده، كان سهل وهي دخلت وخرجت مصر عدد من المرات، لكن مره اخرى عايزين نكون واضحين جدا. قال ان نفرق جيدا بين موضوع التاشيرات وموضوع السياده المصريه اللي بنحترمه جميعا، وهذا حق الدوله المصريه زي ما حق كل الدول في الدنيا، وهو حق يجب ان نستخدمه ويكون واضح امامنا جميعا، وبين انه بيستخدم في ضد المعارضين فقط او ضد اللي احنا مش عاجبنا، وممكن نعديها لو هي شخص اراءه متفقه معانا، ونستخدمه ضدها لو هي شخص مختلف معانا، ايا ما كان اختلافها معانا، ايا ما كان رايها مخالفا لراي عدد مننا. يجب ان نسمع وجهه النظر الاخرى، ولازم يكون في حوار، ولازم ولا يجب استخدام اشياء لمنع اشياء اخرى. دي مش نورث كوريا، احنا مش في كوريا الشماليه، احنا مش في دوله احاديه الراي، احنا هنا دوله نحاول ان نكون دوله ديمقراطيه تستمع لكل وجهات النظر وتستقبل كل الناس حتى المختلفين معها في الراي، طالما ليس عليهم ادانه معينه ارهابيه او ما الى ذلك، لكن الراي علينا ان نستمع للراي الاخر.